مع الأستاذ هشام البشيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أنا عايز أؤكد إن المبنى ده أساسه متين جدا، لأنه تحمل منصة لها ثقة بالوطن العربي كله. هشام القصيدة دي كتبتني النهاردة مرة واحدة، مش أنا اللي كتبتها. طب لو مش من أهل الجنة ممكن أطمع في الأعراف؟ أيوة أنا طمعان فيك وفي كرمك، أما في عدلك والإنصاف بالتأكيد هيقولوا كان طول عمره بعيد، عاش في الدنيا عفان الناس بس مصير الجنة وحيد، عمره ما كان مكتوب في دفاتر ناتج عمله عبد سعيد. قضى حياته بين هواياته وفي عباداته وعزمه ضعيف، همه في ناس تسمع وتسقف، هم سقوه حب وتسقيف، هو بيبعد وبيتناسى والتسويف بيجيب تسويف. عمله الصالح في كراسة، أما كتاب الذنب المخيف، لو على العدل وعلى الإنصاف هو ميزانه بجد خفيف. بس يا رب أنا قلبي نضيف وأنت العالم داري بحالي، هم اللقمة والمصاريف كنت بربي يا رب عيالي، وأنا كان معظم رزقي كلام، عمر القرش ما ريح بالي. أيوة الدنيا خدتني كتير ونسيت حقك والتكليف، وأنا متوقع ليا مصير زي ذنوبي يعني مخيف، وعشان طمعان فيك وفي كرمك يسبق عدلك والإنصاف، فأنا لو مش من أهل الجنة ممكن أطمع في الأعراف، ممكن أطمع في الأعراف. شكرا للشاعر الكبير الاستاذ هشام الشناوي عضو جمعيه الكلمه الطيبه.